بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها الأخبار والمستجدات بالنسبة لفريق الكرة في النادي الأهلي والاستعدادات بالنسبة للمرحلة القادمة، خاصة بعد التأهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالأمس على بطل النيجر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وبالتالي هناك استعدادات مختلفة للفترة القادمة، سواء محليا باستئناف مباريات الأسبوع السادس يوم الجمعة القادم أمام فريق سيراميكا، وانتظار قرعة دوري المجموعات يوم الجمعة، ومعرفة المشوار الإفريقي خلال الفترة القادمة. طيب خلونا نبدأ بسؤال حلقة النهاردة، وتحديدا عقب فوز الأهلي بالأمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، الفريق خلاص على أعتاب اللعب في دوري المجموعات، وبالتالي قرعة دوري المجموعات يوم الجمعة القادم. طيب كل الجماهير تدخل وتشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال، مين هي الفرق اللي اتمنى تواجدها مع النادي الأهلي في مجموعة واحدة في دور ال 16 أو دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؟ شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي ختام الحلقة هنستعرض كل الآراء والمشاركات من آراء الجماهير بخصوص هذه الأمنيات والتوقعات، خاصة أن لعبة الكراسي الموسيقية بدأت بشكل كبير جدا في مباريات دوري أبطال إفريقيا. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي اليوم، إرسال قائمة الفريق الأول لكأس العالم للأندية. وفي الترند المحلي، تعديل مواعيد مباريات الدوري بسبب مونديال اليد. وفي الترند العالمي، مواجهة مرتقبة بين ميلان ويوفنتوس الليلة. أهلا بحضراتكم من جديد، و بالطبع يمكن النهارده صباحا كلنا صحينا على خبر حزين جدا، وفاة احد علامات التدريب واحد علامات الرياضه والكره المصريه والنادي الاهلي بشكل خاص، الكابتن طه الطوخي. كابتن طه الطوخي علم من اعلام التدريب مش في مصر وفي النادي الاهلي فقط، لا ده في الوطن العربي. كابتن طه الطوخي او دكتور طه الطوخي، يمكن انا اتعاملت معه على المستوى الشخصي في العديد من الحلقات، سواء على المستوى العملي او حتى على المستوى الانساني والمستوى الشخصي. شخص جميل، شخصية قديرة، شخصية رائعة، إنسان مثقف بدرجة كبيرة جدا. افتقدناه للأسف طبعا بعد وفاته فجر اليوم. مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والأسى طبعا الكابتن طه الطوخة الذي وفاته المنية صباح اليوم. خالص التعازي للأسرة وخالص التعازي لجماهير النادي الأهلي ولأسرة النادي الأهلي بشكل عام في وفاة الدكتور طه الطوخي. دكتور طه الطوخي للمعرفة يمكن كان ليه دور طيب جدا في الوطن العربي، وكان أحد المدربين اللي فتح مجال كبير جدا للعديد من المدربين المصريين في منطقة الخليج العربي. كان بيقود منتخب الكويت في بطولة خليجي عام 1970 وفاز بكأس الخليج مع المنتخب الكويتي. في آخر بطولة خليج عام 2017 أمير الكويت كرم دكتور طه الطوخي على إنجازاته الطيبة مع منتخب الكويت، سبق لي تدريب النادي الأهلي، سبق لي العمل في السعودية، ودرب أيضا كمان فريق الهلال السعودي، محاضر دولي. وبخلاف كل هذا العمل المهني، إنسان على المستوى الإنساني وعلى المستوى الشخصي، شخص قلما تجد شخصية قديرة ورائعة ومثقفة وطيبة بهذا الوصف. كان دائما بيتصل بالناس وبيطمن عليها، سواء هو حتى هو موجود في المجال العملي او حتى بعد ما ابتعد عن مجال التدريب خلال الفترات الاخيره. البقاء لله لكل جماهير النادي الاهلي ولكل عائله النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. طبعا دكتور طه الطوخي في ذمه الله، البقاء لله، وانا لله وانا اليه راجعون. نخرج لهذا التقرير من مراسم الجنازه صباح اليوم، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل فقره ترند ترند. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، فخر ليا والحمد لله ان انا وصلته بالسلامه ومش لاقي كلام بصراحه، يعني ربنا يرحمه ويحسن اليه بقدر ما اسعد الجميع. الحقيقه مش بتكلم عني انا وعن ولادي، عن اي حد عرفه، الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه، صبر اهله، صبر ولاده احفاده، ويصبر كل الرياضيين، كل مصر بتعزيه، المديرين الفنيين اللي هو ابوهم وابونا، كل مجلس اداره الاتحاد والعاملين في اتحاد الكره،
كل الرياضيين في مصر. بنعزي وبننعي وفاة الأب والأخ والصديق. دكتور تاتو أخي بالنسبة لي يعني افتقد الأخ الأكبر، بس بتحامل معه لأنه أهوية تاني. احنا كلنا فقدنا الرياضة المصرية كلها وكرة القدم بصفة خاصة، فقدت شيخ المدربين المصريين والعرب. ولسه مكلمني في الإمارات النهاردة الصبح عشان ياخدوا هم سمعوا الخبر، فإن شاء الله يعني ربنا يسعده على قد ما أسعد الناس كلها في كل مكان كان فيه طيبة وأخلاق وأبوة وحنية. كلهاش بتسيب بعض تقريبا آخر 20 سنة، فربنا يجعل مسواه الجنة إن شاء الله، ربنا كريم إن شاء الله. طه الطوخي كان رمز كبير في الكرة المصرية ورمز كبير في عائلتنا كلنا يعني، الحمد لله كان راجل طيب جدا وكان حنين علينا كلنا، وهو يعني تقريبا اللي رباني. ويعني طبعا النهارده ده يوم وحش جدا على الامه العربيه كلها والله، لان ناس كتير قوي من الامارات ومن الكويت ومن السعوديه كانوا بيكلموه، وانا كنت ببقى قاعد جنبه وبرد معاه عليهم. ويعني الحمد لله هو كان محبوب جدا من كل الناس الحمد لله. انا بعزي نفسي طبعا وكل الوسط الرياضي في وفاه رمز يعني احد الرموز الكبيره ورائد من رواد كره القدم في ممكن في الشرق الاوسط كله. كان يعني الدكتور طه الطوخي ربنا يغفر له ويرحمه يعني واحد من الارث بقى كره القدم الحديثه، يمكن زي ما اطلق عليه هو صانع الحضاره الكرويه في الخليج. يمكن برضو يعني معلومه ان الدكتور طه هو اول مدير فني في تاريخ يفوز ببطوله كاس الخليج الاولى رقم 70 بالكويت. ويمكن من 3 سنوات كان في تكريم خاص ليه بمناسبه في البطوله في خليج 23 لما ارسل لي يعني امير الكويت يعني طائره خاصه لحضوره البطوله رقم 23 تقديرا لدوره واسهاماته الكبيره في الكره في الخليج. يمكن الدكتور طه الطوخي طبعا على المستوى يعني الخليج وعلى مستوى مصر كمان يمكن هو اصغر مدير فني تدرب في تاريخ الكره المصريه. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده هيكون فيه موضوعات بارزه وعناوين مهمه جدا بالنسبه للكره العربيه والكره الافريقيه والمحليه خلال الفتره الحاليه. نبدا مع بعض بتعديل تم ظهر اليوم على عدد من مباريات جدول الدوري العام، تحديدا مباريات الاسبوع السابع من الدوري العام بسبب تزامن هذه المواعيد مع مباريات كاس العالم لكره اليد اللي هتنطلق في مصر ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه، وبالتالي محتاجين نتابع مباريات كاس العالم ويكون فيه اهتمام كبير جدا بهذه البطوله، وبالتالي مباريات كره القدم عشان ما تاخدش الانظار شويه من هذه البطوله. تم تعديل عدد من المباريات، ده كان تم بعد اعلان اللجنه الثلاثيه انها تعدل بعد مواعيد مباريات الجوله السابعه. طبعا البدايه باقامه مباراه سموحه مع البنك الاهلي باستاد اسكندريه يوم الثلاث 12 يناير الساعه 2:30 بدل اقامتها يوم الجمعه 15 يناير. ايضا كمان مباراه المصري مع الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب هتكون يوم الثلاث ايضا 12 يناير الساعه 5 بدلا من اقامتها يوم السبت 16 يناير. مباراه الاهلي والانتاج الحربي هتكون على استاد السلام يوم الثلاث ايضا 12 يناير الساعه 7:30 مساء بدلا من اقامتها يوم الجمعه 15 يناير. اذا يوم الثلاث اللي جاي احنا عندنا 2:30 و5 و7:30 بدل ما تتلعب المباراه يوم الجمعه والسبت. ثم ايضا مباراه الجونه مع الاتحاد هتتلعب في استاد خالد بشاره في الجونه يوم الجمعه 15 يناير، بس بدل ما تتلعب الساعه 5 هتتلعب الساعه 2:30. مباراتي انبي وسيراميكا كليوباترا باستاد بيتروسبورت وبيراميدز مع المقاولين في الدفاع الجوي هيكون يوم الجمعه 15 يناير بدلا من اقامتهما يوم السبت 16 يناير. كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد السكندري وإنبي المؤجلة من الأسبوع الرابع باستاد الأسكندرية يوم الاثنين 18 يناير الساعة 2:30 العصر، ومباراة الإسماعيلي والمقاولين المؤجلة من الأسبوع السادس هتتلعب في استاد إسماعيلية يوم الاثنين أيضا الساعة 5 مساء. وأخيرا كما تقرر إقامة مباراة الإنتاج الحربي مع سموحة ضمن الجولة السادسة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد 17 يناير في استاد السلام. تحديدا مباراة الإنتاج وسموحة طبعا اتأجلت بسبب وجود حالات كورونا كثيرة جدا في فريق سموحة، وبالتالي هذه المباراة في الجولة السادسة اللي هتتلعب خلال الساعات القليلة القادمة اتأجلت ليوم 17 يناير. ده تعديل مؤقت بالنسبة لعدد من المباريات. طيب أروح بقى
لحديث بخصوص مباراة الأهلي بالأمس أمام سونيديب بطل النيجر في إياب الدور التمهيدي الثاني. طبعا مباراة كانت موفقة لفريق النادي الأهلي، قدر بيتسو موسيماني ياخد اللي هو محتاجه من المباراة. مباراة فنيا طبعا ما كانتش بالمستوى العالي نظرا طبعا للمستوى المنافس على الناحية الفنية، فبالتالي قدر الأهلي يكسب بأقل مجهود بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وفي مجموع المباراتين 5-0 ليتأهل إلى مرحلة دوري المجموعات. المباراة امبارح فيها مكاسب عديدة جدا. أول مكسب استعادة سعد سمير وظهوره في الجزء الأخير من المباراة بعد ابتعاده عن الملاعب لمدة حوالي 13 شهر. سعد سمير بعيد عن الملاعب منذ ديسمبر 2019. أيضا من ضمن المكاسب أحمد ياسر ريان. أحمد ياسر ريان تسبب في الهدف الأول وتسبب في الهدف الثالث، أو تسبب في يعني بمعنى أدق طرد حارس فريق سونيديب، طبعا كان منفرد بالمرمى، وطبعا هذا التأثير أو هذا الغياب أثر طبعا في أداء فريق النيجر، وبالتالي الفريق استكمل باقي المباراة ب10 لاعبين، وبعدها مباشرة سمح للفريق أنه يعمل يعني نتائج جيدة، وكان الهدف الأول لطاهر محمد طاهر من تمريرة رائعة للحاوي وليد سليمان. لكن أحمد ياسر ريان تسبب في ركلة جزاء بعد طبعا تهور حارس المرمى البديل اللي نزل بعد طرد الحارس الأساسي، وتسبب في ركلة جزاء أحرزها بدر بانون. ده المكسب الثالث بدر بانون، أول هدف رسمي ليه مع النادي الأهلي سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. بداية قوية تقدر تقول بدر بانون وضع قدمه بشكل رائع جدا داخل صفوف النادي الأهلي. وسعد سمير امبارح اتكلم على فكرة أن بدر بانون أصبح لاعب ضمن قوام الفريق، لاعب مصري مش أجنبي، وتأقلم وانسجم مع الفريق بشكل رائع جدا. ده مكسب مهم. المكسب تاني الإضافة اللي عايز أتكلم عليه كهربا. كهربا في كل مباراة حاليا سواء محليا أو إفريقيا بيحرز هدف في كل مباراة، وده مكسب من المكاسب المهمة جدا، لأن محمود عبد المنعم كهربا لو نبص على أدائه في المباريات في خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا، لا الانطلاقة مع النادي الأهلي مع ختام الموسم الماضي وانطلاقة الموسم الحالي، إن شاء الله الفترة الجاية كهربا هيكون أحد الدعائم الأساسية ونجم هجوم خط هجوم النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. التزام، ويبدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي في كيمياء وفي طريقة معينة في التعامل النفسي تحديدا مع عدد من اللاعبين، وضحت بشكل رائع مع محمد مجدي أفشة أول ما جه بيتسو موسيماني، وظهر بشكل مميز جدا مع محمود عبد المنعم كهربا. الإضافة الثانية أو المكسب الإضافي اللي عايز أتكلم عليه أكرم توفيق. أكرم توفيق من اللعيبة الباور قوي جدا في وسط الملعب، لعيب محوري، لعيب عنده قوة وعنده مخزون فني كبير جدا داخل الملعب بيأدي على كل المستويات، فإضافة قوية بجوار عمرو السولية مع حمدي فتحي مع أليو ديانج اللي بيتميز اللاعب المالي بالتمريرات الأمامية والتمريرات القصيرة اللي بتساعد المهاجمين على إحراز الأهداف. في مكاسب عديدة بصراحة بأمانة. مكسب امبارح بخلاف التأهل لدور المجموعات، لا قدر بيتسو موسيماني يعمل تشكيلة، يعمل توليفة في عناصر بديلة. أحمد رمضان بيكهام من اللعيبة اللي جاية بشكل رائع الفترة الجاية، بس الجمهور يستنى عليها شوية، لأن جمهور النادي الأهلي دايما عايز اللعيبة تأدي وتطلع أفضل ما عندها. لكن طبعا أحمد رمضان بيكهام مش غريب عن النادي الأهلي، لعيب جوكر بيلعب في مركز المساك، بيلعب في مركز وسط الملعب المدافع، بيلعب ظهير ايمن، فبالتالي لعيب هتستفيد بيه على جميع الاصعده، وده هيظهر مع توالي المباريات وتلاحم المباريات في خلال الموسم الحالي. بشكل عام مكاسب مميزه جدا، وبننتظر بقى قرعه دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه القادم. طيب هنتقل للحديث عن نتائج مباريات الدور التمهيدي الثاني. بالامس لعبت يعني كان في 4 مباريات اقيمت بالامس. طبعا نادي الزمالك تأهل رسميا، لم يلعب مع بطل تشاد وتأهل رسميا بشكل افتراضي طبعا الى الدور القادم، لكن 4 مباريات اقيمت بالامس. المفاجاه كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بيحقق اول فوز لفريق جنوب افريقي في انغولا، فاز بهدف مقابل لا شيء رغم انه تعادل في بريتوريا 0-0 مع بطل انغولا اول اغسطس، وبالتالي كايزر تشيفز بيتأهل لاول مره الى دوري المجموعات خلال الفترة القادمة، ويتأهل أول أغسطس الأنجولي إلى كأس الكونفدرالية. سان داونز كسب بطل بتسوانا بثلاثية، وكان سبق الفوز عليه في بتسوانا 2-0، فبالتالي مجموع المباراتين 5-1. الأهلي وسونيديب، الأهلي فاز 4-0، وكان فاز في الذهاب في نيامي العاصمة النيجر 1-0، فبالتالي مجموع المباراتين 5-0. والمفاجأة المدوية خسارة الرجاء البيضاوي المغربي بالأمس
على ملعب مركب محمد الخامس بركلات ترجيح في بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. نتيجة كانت مفاجأة للجميع، وفريق توينجيز السنغالي بيتأهل لأول مرة إلى دوري المجموعات، لأنها كمان أول مشاركة لبطن السنغال. بالمناسبة الأندية السنغالية لم تتأهل لدوري المجموعات منذ حوالي 16 سنة. آخر فريق سنغالي تأهل لدوري المجموعات كان جان دارك السنغالي في موسم 2004، فكانت نتيجة مدوية. وبالمناسبة أرضية الملعب كانت سبب رئيسي في النتيجة اللي قالت إليها بالأمس، لأن طبعا الفريقين لم يستطع أن هم يقدموا مباراة بشكل طيب، وفريق الرجاء تأثر كثيرا بسوء أرضية مركب محمد الخامس اللي تأثرت بسبب سقوط الأمطار والسيول في كازابلانكا وفي الدار البيضاء اللي موجودة منذ الصباح الباكر، والنهاردة هيكون في تأثير كبير أيضا كمان على المباراة الثانية. طيب هستعرض كمان في مباريات النهاردة، احنا بنتكلم شباب بولزداد الجزائري أقصى جرماهيا الكيني وتأهل بطل الجزائر، الهلال وأشانتي كوتوكو في مشكلة في المساحات وتحليل كوفيد ده 19 فيروس كورونا، فريق الأشانتي بيشك في العينات والتحاليل اللي طلعت لأن في عدد كبير جدا من اللاعبين نتائجهم كلها إيجابية، ونادي الهلال بيقول خلاص فريق أشانتي كوتوكو مش بيكمل العدد الرسمي اللي هو ال 11 في الملعب زائد 4 على الدكة، فبالتالي الهلال السوداني بيطالب أنه بيتأهل إلى دوري المجموعات. في النهاية هننتظر قرار الاتحاد الإفريقي إما بتحديد موعد آخر أو تأهل الهلال. طبعا اللائحة بتقول الهلال بيتأهل، لكن بطل غانا كوتوكو بيقول إن في مشكلة في العينات. حسب ما علمت إن في منسق طبي بيبقى موجود في هذه المباريات، العينات ما بتبقاش ملك الفريق الضيف، لا ده بيبقى في منسق طبي موجود من الكاف في هذه المباريات مع مراقب المباراة والمنسق الأمني لهذه المباريات. مازيمبي بيلعب مع بونجيدي، مازيمبي متقدم، الترجي متقدم على أهلي بنغازي، سيمبا متقدم على بلاتينيوم، إنيمبا والمريخ تعادل، وأيضا كمان المريخ يعني كسبان في السودان 3-0. في مباريات أخرى، فيتا كلاب مع يانج بوفلز، الصفاقسي مع مولودية الجزائر، بترو أتلتيكو مع نكانر الديفلز، حرية كوناكري مع راسينج كلوب بطل أبيجان، ومباراة الوداد والملعب المالي. وحسب ما علمت قبل بداية الحلقة إن مسؤولي نادي الوداد طلبوا من الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة نظرا لأن طبعا التوقيت وسقوط الأمطار هيأثر على أرضية الملعب، لكن في النهاية في مشكلة بسيطة أو مشكلة تقدر تقول ممكن تكون بسيطة ممكن تكون كبيرة، القرعة يوم الجمعة، أي تأجيل أقصى حد اللي ممكن يكون 24 ساعة، لكن بعد ذلك هتكون في مشكلة، لأن هنا أنت هتخش في مشكلة تصنيف ولازم تعرف مين الفرق اللي تأهلت بشكل رسمي إلى دور المجموعات. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا عندنا عدد من اخبار الاهلي المهمه جدا في هذه اللحظات. طبعا احنا خلاص خلال الايام القليله القادمه بنقترب من موعد كاس العالم للانديه، الفتره اللي جايه هنحاول نكون معاكم اول باول بالاخبار الجديده. خلاص النهارده 6 يناير بنتكلم ان النهارده الاهلي لازم يرسل القائمه المبدئيه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه، وكنا هنا في برنامج الترند اول ما نتحدث عن الموعد بتاع القائمه المبدئيه يوم 6 يناير والموعد القائمه النهائيه اللي المفروض تكون 23 لاعب في 22 يناير. طبعا طبقا للوائح الاتحاد الدولي قال ان النهارده لازم يتم ارسال القائمه المبدئيه بما لا يقل عن 24 لاعب والحد الاقصى 35 لاعب، منهم اربع حراس مرمى مصحوب بنسخ من جواز سفر كل لاعب من ضمن اللاعبين المدرجين في القائمه. طبعا كمان بخلاف كده عدد المسؤولين اللي هيسافروا يعني قدر الامكان بنسبه 70% من مسؤولي الفريق اللي هيكونوا موجودين، ده امر متعلق باغراض التاشيره والاعتماد من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم. كمان ممكن بقى يتم يعني لما تبعت القائمه المبدئيه 35 وفي القائمه النهائيه يوم 22 يناير يكون 23 لاعب، 23 لاعب لازم يكون منهم 3 حراس مرمى، لكن في نفس الوقت لو انت عايز تستبدل لاعب خلال الفتره القادمه وقبل اول مباراه ب 24 ساعه لازم يكون حاله من الحالتين، يا إما إصابة خطيرة يا إما تقرير مرضي، والتقرير لازم يكون معتمد من اللجنة المنظمة. لكن في أي حال من الأحوال ال 35 اللي هتبعتهم لازم تختار ال 23 من ضمنهم، ما ينفعش تبعت اسم إضافي بعد يوم 6 يناير. كان البعض طالب بعض الأندية اللي هتشارك في البطولة إن الأعداد ممكن تزيد، يعني بدل ما يكون القائمة النهائية 23 لاعب، يعني عشان طبعا ظروف الكورونا ممكن لا قدر الله يكون في حالات ايجابيه في اكتر من فرقه، خاصه لما تسجل 23
ولا قدر الله ممكن يكون في اكتر من 7-8 حالات، انت هنا مش هتقدر تكمل القائمه ب 14 لاعب. لكن الاتحاد الدولي لغايه اللحظه دي تمسك بفكره 23 لاعب، والوفد الرسمي اللي هيسافر من كل نادي لا يزيد عن 55 فرد من البعثه الرسميه، من ضمنهم 23 لاعب و32 سواء اداره او حتى اجهزه فنيه واداريه خلال الفتره اللي جايه. كمان خبر مهم جدا متعلق بقى باللاعب الزامبي الكونغولي الاصل والتر بواليا، مهاجم الجونه اللي انضم للنادي الاهلي في انتقالات يناير. اليوم الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اعلن قيد اللاعب بشكل رسمي في القائمه المحليه استعدادا لتجهيزه ومشاركته ان شاء الله مع الفريق في المباريات القادمه على المستوى المحلي، وتحديدا مباراه السيراميكا كليوباترا يوم الجمعه القادم. القيد الافريقي هيبدا من يوم 10 يناير لغايه 30 يناير، فبالتالي هيكون مؤهل ولكن من مرحله دور المجموعات في منتصف فبراير. النهارده كان في تحليل او في اجراء اختبار رابد تيست للاعبي النادي الاهلي استعدادا لمباراه السيراميكا كليوباترا، وانا اتمنى من مسؤولي اتحاد الكوره الفتره الجايه عشان نتائج العينات ما تكونش مختلفه، اتمنى ان الفتره الجايه الاتحاد المصري لكره القدم يرجع من تاني لطريقه اجراء التحاليل من خلال البي سي ار. المساحات الطبيه هي اللي هتكون افضل، ان الرابد تيست بيحصل فيه مشاكل وده شفناه حتى في مباراه الدوري، المباراه الاخيره الاسبوع الماضي رابد تيست مباراه الاهلي في الدوري طلعت لعيبه عينتها ايجابيه، لما اتعملت المسحه بتاعت الكاف طلعت العينه سلبيه وشاركوا. فبالتالي الافضل نرجع للمساحات الطبيه، وده البروتوكول الطبي اللي بيتنفذ في كل دول العالم وفي كل دوريات العالم. بمناسبه الاجهزه الطبيه، النهارده بيتسو موسيماني عقد اجتماع مع جهازه المعاون وطبيب الفريق عشان يتعرف على حاله الفريق في الفتره اللي جايه والاصابات والغيابات ممكن تكون في اي عدد، خاصه ان دايما موسيماني بيقول نتائج تحليل الكورونا هي اللي تتحكم في شكل التشكيل والاختيارات اللي بتتم بالنسبه للفتره القادمه. طبيب الاهلي اكد جاهزيه طاهر محمد طاهر لمواجهه السيراميكا، وبالامس كان خرج وتم استبداله في الدقيقه 60 ونزل مكانه محمد مجدي قفشه، لكن طاهر الدكتور اكد انه هيكون جاهز لمباراه السيراميكا كليوباترا. ربيعه وهاني انتظموا في المران الجماعي، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيطمئن النهارده على حاله رامي ربيعه، خاصه ان كان متغيب بقاله فتره بسبب اصابته بالكورونا، وان شاء الله باذن الله برضه خلال الايام القادمه يعني نطمن على عمرو السوليه وينضم الى تدريبات الفريق ويكون الفريق في جاهزيه كامله وتامه في الفتره الجايه، خاصه انك على اعتاب كاس العالم للانديه فمحتاج كل لاعب في صفوف الفريق. طيب نروح بقى للمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالتاكيد دايما الحديث عن النادي الاهلي بيبقى حديث مهم جدا، والسوشيال ميديا بتتكلم عن النادي الاهلي بتتكلم بتفاصيل كتيره. المحتوى اللي على السوشيال ميديا هنروح للحساب الرسمي ليلا كوره والصفحات الرسميه عدد من المواقع عشان نشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا والناس كانت بتتكلم بخصوص ايه خلال الساعات القليله الماضيه. نبدا مع بعض بالحساب الرسمي ليلا كوره على الانستجرام، واللي قالوا فيه الاهلي بطل افريقيا يتخطى بطل النيجر ويصل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، وصوره لبيتسو موسيماني وامامه الثلاثي محمد شريف محمود كهربا واليو ديانج. طيب كمان الصفحه الرسميه اللي في الجول صوره لعدد من لاعبي النادي الاهلي بيتزعمهم طبعا النجم علي معلول، وبيتكلموا عن ان التاهل لدوري المجموعات للمره 23 في التاريخ كاكثر الفرق تحقيقا لهذا الانجاز. التاهل لدور المجموعات للمره السادسه على التوالي، رحله نسر الاهلي نحو اللقب العاشر تبدا الان. طبعا ارقام قياسيه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه وتحديدا دوري الأبطال. طيب الحساب الرسمي لقناة الأهلي بيتكلموا على أن في ثلاث لاعبين جدد انضموا لقائمة هداف الأهلي في البطولات الإفريقية. طيب الحساب الرسمي لقناة الأهلي على الانستجرام بيتكلم على طاهر محمد طاهر، بدر بانون، محمود كهربا، دول ثلاث لاعبين جدد انضموا لقائمة هداف الأهلي في البطولات الإفريقية خلال الفترة الأخيرة. وطبعا شفنا بدر بانون امبارح في ركلة الجزاء أو في ضربة الجزاء سددها بشكل رائع عشان يكون لاعب اضافي مع اللعيبه اللي عندها ميزه التسديد بضربات الجزاء الترجيحيه. كمان من خلال صفحه قناه الاهلي على تويتر بيتكلموا عن الهداف التاريخي للنادي الاهلي للجيل الحالي وليد سليمان، الهداف التاريخي للجيل الحالي وليد سليمان 21 هدف في افريقيا، وهو السابع في هداف الفرق المصريه والرابع في هداف الاهلي في البطولات الافريقيه. وليد سليمان امبارح كان كابتن الفريق في مباراه سوني ديب، وطبعا الحاوي من ريحه الزمن الجميل مع اللعيبه المتميزه اللي حققت بطولات افريقيه في السنوات السابقه. طيب وليد سليمان في حسابه الرسمي على الانستجرام طبعا صوره ليه بعد الاسيست من علي معلول والهدف الثاني، وبيحيي اللعيبه وكتب مبروك الفوز
ليا أعظم جمهور في الكون والقادم أفضل بإذن الله. طيب الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك كتبوا عودة حميدة للاعبنا سعد سمير. سعد سمير بعد غياب لمدة 13 شهر منذ ديسمبر 2019 كان متغيب بسبب إصابة في مباراة إفريقية. النهاردة الحمد لله سعد سمير رجع وعاد وشارك في المباراة ونزل في الجزء الأخير، واطمأنينا على يعني عدد مميز في خط الدفاع: سعد سمير، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدري بنون، رامي ربيعة. الحمد لله في وفرة سواء في عدد لاعبي خط الدفاع أو باقي صفوف الفريق. بشكل عام ده كان المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي، خاصة بعد الانتصار الرائع في مباراة الأمس والتحضير للمباريات القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. فقره ترند اونلاين هنلقي الضوء على بعض الامور الفنيه والاحصائيات الرقميه، خاصه بعد خطط موسيماني، بعد مباراه نهائي افريقيا والاستعداد للدوري ومباراه سناديب والتجهيز في الدوري خلال الفتره الحاليه، وكمان هنتكلم على تحليل رقمي متعلق بصفقه اللاعب الزامبي والتر بواليا. لذلك في هذه اللحظات انا برحب باحد محللي الاداء المتميزين جدا في مصر واللي شغال في الدوري السعودي مع نادي الوحده السعودي، طبعا الزميل العزيز واحد رواد فكره التحليل الرقمي الكابتن محمود وحيد سليم، محلل اداء نادي الوحده السعودي. كابتن محمود مساء الخير واهلا بيك. محمد ومساء الخير على كل مشاهدين قناه الاهلي، ودايما بكون سعيد وانا موجود معاكم. انا اسعد بالتاكيد. طبعا في البدايه عايز اقول لكل الساده المشاهدين النهارده الكابتن محمود موجود مع نادي الوحده بقاله سنتين، واخد رخصات بشكل طيب جدا، معاه الرخصه سي من الاتحاد الاسيوي لكره القدم، ودي ممكن تعادل الرخصه اي او البرو من الاتحاد الافريقي، فده رقم جيد جدا ورخصه مميزه لاحد المصريين اللي بيعملوا في الدوري السعودي لكره القدم، فبالتوفيق يا محمود بجد. شكرا يا محمد على ذوقك، ويعني متشكر جدا ليك، ودايما يعني احنا ما بنوصلش للمكانه دي من غير النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك على موقف حصل معايا في اول يوم هنا في التمرين، ان انا يعني بتعرف على احد المدربين في الجهاز الفني، هو مدرب وطني كابتن عيسى المحياني، اسم كبير هنا في الدوري السعودي طبعا، كان هداف دوري ولاعب منتخب. فالراجل بيسالني على السي في بتاعي واشتغلت فين قبل كده يا حوده وكده، فيعني اول بس ما قلت له ان انا كنت في النادي الاهلي، فقال لي خلاص انت مش محتاج تقول لي دورات ولا شهادات ولا اي حاجه، يعني النادي الاهلي واسمه كفايه قوي عندنا هنا يعني. فبصراحه يعني النادي الاهلي اللي اضاف لي كتير جدا، اللي فعلا اللي بيعدي على النادي الاهلي يوم واحد بيفرق معاه بشكل كبير جدا في حياته. بالتوفيق يا كابتن محمود. وطب عايز اخش معاك بقى في التفاصيل وابدا معاك بتحليلك لاداء صفقه والتر بواليا، الارقام، الاحصائيات، اداؤه الهجومي، برده كمان عنده ذكاء في التحركات داخل المنطقه الهجوميه، كل ده بترصده ازاي، والارقام اللي انت شايفها بالنسبه لوالتر بواليا اللي هيكون صفقه بالتاكيد الكل بينتظرها مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. خلينا نبدا يعني عشان نعرف الرقم بيعني ايه، خلينا نحطه في مقارنه مع حد، فبالتالي نخرج بمعلومات مفيده لينا وللمشاهد. اكيد لو حطينا مقارنه بين بواليا ومحمد شريف بالتاكيد هو نوعيه مختلفه. يعني من ناحيه ايه، انا دايما بحب اشوف المهاجم هو الشوطه بتاعته او المحاوله على المرمى بيعمل من وان تاتش، ولا بيحب يستلم ويعدل الكوره، ولا بيحب ايه بالظبط. فلما تشوف مثلا ارقام والتر بواليا ومحمد شريف في اخر تقريبا 40 مباراه لكل لاعب فيهم، الاثنين عملوا نسبه تصويب يعني متقاربه جدا 88 89 لمحمد شريف. الوان تاتش عند محمد شريف 37 بس، اقل من 50%، وعند والتر بواليا الوان تاتش 50. الراجل ده معنى كده ان الراجل ده خطير جدا في التمركز، الراجل ده بيبحث دايما ان هو الكره تجيله عايز يفنش باسرع وقت ممكن وبادق طريقه ممكنه. الراجل ده دايما الفكره عنده ان هو عايز يفنش على المرمى بشكل كبير جدا، فان هو 50 تصويبه من 88 ده نسبه كبيره جدا جدا. شوف التو تاتش عشان تبان لك الفرق اكتر. محمد شريف بيستلم الكوره وبعد كده يصوب 20 مره، والتر بواليا 12 بس، فهنا الفرق كبير، لان محمد شريف لاعب مهاريا اعلى شويه، مش مهاجم صريح اللي هو ينفع ان هو يكون 9.5 مهاجم وهمي، اللاعب اللي بيبحث عن المساحات اكتر. والتر بواليا كان من مخاوفي ان انا وانا بتفرج عليه ان انا خفت انه يكون بس لاعب مساحات، فلا انا اتفرجت عليه، لا لاعب بيقدر يستلم بظهره كويس ويكون محطه للفريق، في نفس الوقت عنده قدرات ان هو بيعمل الكات
في المسافات اللي بين قلبين الدفاع او بين قلب الدفاع والظهير، يتحرك فيها ويطلب الكره في مساحه، ودي مهمه جدا لفريق زي الاهلي أكيد. عشان تقدر تخلق له مساحات. فهو لاعب مميز في حاجات كتيره جدا. طيب لكن اداء، عايز اقول لك اتفضل اتفضل يا محمود، عايز اضيف بس احصائيه دقيقه جدا ليه، الجزء اللي بيصوت بيه الكره، وده مهم جدا، بيبين لك برده اللاعب بيعتمد على الدقه ولا التكنيك اكتر ولا القوه ولا ايه بالظبط. فتشوف ان والتر بواليا بيشوط بوجه القدم 41 مره من ال 88 بالانسايد اللي هو بطن القدم او الصباع الكبير زي ما بنقول ب 19 مره بس. فهو الراجل بيعتمد بشكل كبير على القوه اكتر بكتير من ان هو يعمل الدقه، بعكس محمد شريف هتلاقي في الانسايد عنده اكتر بكتير من وجه القدم. طيب لكن الاثنين تحركاتهم في الملعب كل واحد اداؤه بيختلف عن الثاني، يعني تقدر تلعب بالاثنين ولا لازم ممكن تلعب بواحد لان الاداء الهجومي للاثنين مختلف؟ يعني واحد بيلعب جوه منطقه الجزاء ولا الثاني بيميل على الاطراف؟ بالظبط، ودي برضو النقطه الثانيه اللي خلتني اعمل المقارنه دي، ان انت مش جايب واحد نفس البروفايل بتاع محمد شريف، لا انت جايب مهاجم مختلف عن اللي عندك. فانت كده اولا هتقدر تعتمد على الاثنين مع بعض، وثانيا لو في اسلوب لفريق محمد شريف لا يصلح فيه كمهاجم وينفع مثلا جناح، هيبقى في الاسلوب ده والتر بولي هو المهاجم بتاعك. لو مثلا انت فريق بتلعبه متكتل ما فيش مساحات، في الوقت ده تقدر تعتمد على والتر بوليا كتسعه وتعتمد على محمد شريف كجناح ويضم معاه لجوه. اكيد. طيب عايز انتقل معاك لجزئيه تانية متعلقه بقى بتطور اداء بعض اللاعبين منذ تولي بيتسو موسيماني القياده الفنيه لفريق النادي الاهلي، خطه التطور مع الفريق خلال الفتره الاخيره وتطور عدد من اللعيبه، شايفه ازاي وقيمته ازاي والارقام اللي ممكن تكون رصدتها بالنسبه للموضوع ده؟ يعني خلينا نبدا بمثلا محمد هاني، اللاعب اداؤه عجبني جدا الفتره الاخيره مع مستر بيتسو. وخلينا برضو ندي للراجل حقه انه في نادي كبير زي النادي الاهلي وضغط المباريات بيكون الوقت بالنسبه لك كمدير فني قليل جدا ان انت تطور من اللاعبين، فكونك ان انت تشتغل على الجزئيه دي فدي حاجه كبيره جدا، وبتبين قد ايه الراجل بيشتغل وبيجتهد على ادق التفاصيل ووقته كله للفريق. شوف محمد هاني في المقارنه بين الموسم الحالي والموسم اللي فات، انا اخترت تحديدا التاكلز بتاعته اللي هي التدخلات. الموسم الحالي هو بيعمل تقريبا في المباراه 4.6، يعني تقريبا 5، الموسم اللي فات كانت 3.9، بس شوف الدقه في التاكل اللي هو ان هو بيتدخل وياخد الكوره. الموسم الحالي العدد زاد، بيعمل 5 تاكل وبياخد بنسبه 80% نجاح. الموسم اللي فات 4 وكانت نسبه نجاح 65% بس. فهو تطور في العدد وتطور كمان في الدقه بتاعته، ان هو لا بقى عينه على الكوره ويقدر يقطع الكوره بشكل مميز جدا. طيب في جزء نقدر كمان اتفضل ننتقل لحمدي فتحي، برضو شايف تميز كبير جدا ليه عن الموسم اللي فات في الارقام تحديدا. كويس. حمدي فتحي في احصائيه مميزه جدا ليه، كون التاكل بتاعه زاد، تطور فيه وتطور في التحامات الهوائيه والدفاعيه وكل ده، بس الجزء المهم بالنسبه لي التطور في الدريبلز المراوغات بتاعته. حمدي فتحي بقى يعمل في المباراه 1.15، في السنه اللي فاتت كانت نص من 100، فهو تقريبا بقى اكتر من الضعف. الجزئيه دي مهمه جدا لان مستر بيتسو بيعتمد بشكل كبير خروج بالكره تحت ضغط، فدايما حمدي ولاعيبه الوسط معرضه للضغط، عشان تتخلص من الضغط ده بتحاول بقدر كبير ان انت تعمل مراوغه، فزادت عدد ونسبه نجاح المراوغات بتاعته، ودي برده حاجه تحسب للاعب والمستر بيتسو موسيماني. طيب في لعيبه اخرين ولا دول اكتر اتنين انت شفته فيه ارقام مميزه بالنسبه لهم؟ في كمان كهربا لازم نتكلم عنه، انه كهربا فعلا في فرق كبير جدا جدا في أدائه الدفاعي بالتحديد. وهنا انا لازم اتكلم على دور المدرب في انه طور المهاجمين دفاعيا والمدافعين هجوميا. بمعنى انت هتشوف في لعيبه الدفاع في الاهلي بقت دقه التمرير ومحاولات التمرير لقدامه بشكل منظم مميزه جدا، وكذلك هتشوف المهاجمين بيضغطوا ويقطعوا الكره كتير جدا. يعني كهربا الموسم ده بيعمل تاكل تدخلات دفاعيه بمعدل 1.7، السنه اللي فاتت كان 8 من 10، فاقل من النص بكتير. فاللاعب تطور على المستوى الدفاعي، تطور على مستوى الدريبل، على المحاولات على المرمى، الراجل بيسجل تقريبا في اخر كل المباريات اللي شارك فيها مسجل. فبصراحه يعني التطور كبير جدا للاعيبه على المستوى الفردي. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وكل هذه الاضافات، وبتمنى لك التوفيق يا رب والاستمراريه مع نادي الوحده السعودي. بشكر بالتاكيد الكابتن محمود وحيد سليم محلل اداء فريق الوحده السعودي على كل هذه المعلومات وكل هذه الارقام والاحصائيات المتعلقه بالاهلي والصفقات واللاعبين خلال الفتره اللي جايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الترند. طيب نروح بسرعه لمشاركات الجماهير
بخصوص طبعا وجهات النظر وكل واحد ورؤيته من المجموعه اللي بتتمنى او الفرق اللي تكون مع الاهلي في المجموعات في دوري ابطال افريقيا. مدحت صالح بيقول الزمالك. محمد ابو ادهم بيقول احنا الاهلي اي حد سواء كبير او صغير الاهلي حامل اللقب. زياد احمد بيقول اي فريق كل الفرق امام الاهلي متساويه كالعاده الاهلي بطل. اخر حاجه معايا عمر رجب بيقول سان داونز. سعيد يوفنتوس بيقول اي فريق مش مهم احنا ابطال افريقيا. علي محمد علي بيقول يا رب العشرة يا رب باذن الله العشرة يا اهلي. طيب طبعا كل واحد بيتوقع فرق لكن في النهايه ممكن النتائج النهارده تكون غريبه. الترجي على اعتاب الخروج، الوداد مباراته ممكن تتلعب ما تتلعبش، شكل عام التصنيف ممكن يتغير لو الفرق نتائجها اختلفت. يعني دلوقتي بيقولوا لي الترجي كسبان 3-2 في اي لحظه ممكن النتائج تختلف، وفي النهايه لو فرق كبيره خرجت من التصنيف الاول ممكن فرق من التصنيف الثاني تصعد للتصنيف الاول زي الزمالك او سان داونز. ده هيبان النهارده في ختام مباريات اليوم. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.